حياكم الله مشاهدينا وما كنتم قاعد تتابعونا عن طول. تواصل معكم في ثالث أيام العيد السعيد. بداية أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب سمو الأمير حفظهم الله طبعا، وإلى الحكومة الرشيدة وشعب قطر والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، سائل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيد علينا وعليكم هذا العيد أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم ومن نحب في أتم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنت بخير أختي حنان. وأنت بخير وآمين يا رب، الله يديم هالأعياد علينا وعلى أمة محمد. وصلنا معكم إلى ثالث أيام العيد، الله يعيده علينا باليمن والبركات وبالأمن والأمان. تبارك الرحمن، الأيام تمشي، يعني إحنا أمس كنا أول يوم رمضان وإحنا اليوم ثالث أيام العيد. أول يوم رمضان أنا دوام مع أم طلال، ثاني يوم أوكي بديت أعيد. أنت إيش سويتي في هاليوم؟ هي بس بتقول إن أنت أول يوم العيد ما يأتي. أول يوم وثاني يوم يومين. زين أنت ثاني يوم بعد ما يأتي. زين بس أنت ماخذة يومين ورا. بقول بيتعايشون على الأيام. طبعاً مع هذه الأجواء الجميلة أكيد الكل مستمتع. شهر رمضان شهر الخير، كنا مستمتعين فيه وفي الأجواء، بالإضافة للعيد إحنا مستمتعين بالبرامج اللي كانت تكون موجودة بالتغطيات بمشاركة فرحة العيد سواء على شاشة التلفزيون أو حتى من خلال منصات التواصل الاجتماعي. أنت يعني عيدتي ثاني يوم؟ ثاني يوم عيدت. كان العيد أنا الحمد لله أول يوم شوية حافة يا جماعة. ثاني يوم ثاني يوم رحت وشفتهم. أول يوم لا رحت حق أمي وأبوي، بس ثاني يوم رحت بديت يعني بديت أنتشر. بعدين شفت الفعاليات، في فعاليات كثيرة، في أمور كثيرة جميلة حلوة جهزوها حق العيد. ما شاء الله الاحتفالات في كل مكان، الألعاب النارية في كل مكان، الشوارع متزينة في كل مكان صراحة، سواء في رمضان سواء في العيد، وهذا شيء احنا قاعد نشوفه في كل المناسبات. ودائما حريصين من خلال البرامج ان احنا نسلط الضوء على هذه النشاطات والفعاليات، علشان حتى الواحد بعد ما يسلم بعد ما يؤدي الواجبات اللي عليه يقدر يستمتع، خاصة في أيام العيد السعيد و في كثير من النشاطات اللي موجودة نقدر نستمتع فيها. بالإضافة إلى برنامجنا إحنا حريصين كل يوم من أيام العيد السعيد إن إحنا نسلط الضوء على نخبة كبيرة من الشخصيات اللي موجودة، نسترجع معاهم نحتفل معاهم ونشوف ذكرياتهم في أيام العيد السعيد. بالأمس يعني كانوا مع شوق مشاعل، كانوا يتكلمون عن الجانب الفني والإبداع، وأخذوا في الفقرات مجموعة من المواضيع. واليوم إن شاء الله إحنا راح يكون عندنا الجانب الرياضي، الجانب الرياضي والسوشيال ميديا والجمال والأزياء، وإحنا في أول يوم تطرقنا حق العيد في الماضي وفي الحاضر، أيضا تطرقنا للعيد والمشاعر مع الشعراء، أمور كثيرة سواء في البرامج الصباحية في عساكم من عوادة، وأيضا في البرامج المسائية تكلمنا عن صلة الرحم، عن أمور كثيرة. يعني شوف حتى المشاعر راح تكون خلال حتى في ثالث يوم العيد راح نتكلم عن المشاعر، بحيث راح نشوف ذكرياتهم، راح نتكلم عن المستقبل، خاصة بما أننا ذكرنا الجانب الرياضي إحنا مقبلين على أحداث جدا كبيرة، فحابين نحن نسلط الضوء بشكل كبير على هذا الجانب لأن إحنا حققنا إنجازات ولله الحمد، هذا بالتأكيد كبيرة، فلا بد أن يتم تسليط الضوء عليها بالتأكيد. وكان أكبر إنجاز افتتاح نادي الوكرة استاد الجنوب في رمضان. لكن خلينا بما أن احنا نتكلم أيضا عن المشاعر الجميلة نسمع هذه الأغنية ونرجع نشوف ضيوفنا الرياضيين إن شاء الله بإذن الله. عيدكم مبارك عساكم من عوادة، عيدكم مبارك عساكم من عوادة.
لكل من انضم الى متابعتنا للحين. احنا في بدايه الحلقه ونفس ما قلت لكم اليوم راح يكون طاري الجانب الرياضي مع نخبه وعمالقه من عمالقه الرياضه وكره القدم تحديدا. نفس ما قلنا في البدايه وصلنا الى ثالث ايام العيد ولا تزال طبعا الاحتفالات مستمره في كافه ارجاء الدوله. يمكن نقول ان كلمه العيد صغيره في عدد حروفها لكنها جدا كبيره في معانيها، فهي تجمع في طياتها الفرح والحب في آن واحد، وخاصة طبعا الفرجان والأحياء الشعبية اللي تتواجد فيها ملاعب الفرجان اللي طبعا سعت من خلالها الدولة إنها تمنح لعبة كرة القدم مزيد من الدعم والتسهيلات. طبعا في هذه الحلقة احنا نستضيف نخبة من اللاعبين السابقين اللي ساهموا في تطوير الكرة وزيادة الألقاب لأنديتهم والمنتخب الوطني، ونتشرف اليوم في ضيافتهم وراح نتعرف أيضا على حياتهم في مجالهم، بالذات إن احنا مقبلين على مرحلة جدا صعبة وجدا جميلة. احنا عندنا تحضيرات كثيرة حق في 2019 استضافت بطولة الأندية، أيضا عندنا 2020 وأيضا عندنا 2022، يعني كاس الأندية وكاس القارات وكاس العالم. اليوم معانا في ضيافتنا عادل خميس وجفال راشد وسيد بشير، وعيدكم مبارك وحياكم الله معانا. كل عام وانتم بخير. حياكم الله، سعيدين بوجودكم. كل عام وانتم بخير. طبعا الكلمة راح نخليها الحين لكم، هو من البداية يقول ليش مخليني بروحي، فراح نبتدي من البداية مع الكابتن عادل. كابتن طبعاً بهالمناسبة طبعاً ما في شك إن نرفع آيات تهاني والتبريكات للحكومة الرشيدة إلى أمير بلاد مفدى الشيخ تميم بن حمد، وإلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وإلى نائبه الشيخ عبد الله بن حمد، وإلى الممثل الشخصي الشيخ جاسم بن حمد، وما ننسى بعد رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر ونائبه الشيخ الدكتور خالد العطية طبعا، والشعب القطري الكريم والمقيمين على هاي الأرض الحبيبة. يعطيك العافية وصباح التهنئة بالتأكيد، وكل حد حاب أنه يهني السادة المشاهدين. كابتن جفال، كابتن ما قصر، كفى وفى. العيد عليكم إن شاء الله، كل عام أنت بخير، وطبعا كل سنة قطر بخير أميرا وشعبا وحكومة، والله يعود عليكم إن شاء الله سالمين غانمين. وسيد بشير، بالتأكيد نهني الشعب القطري قيادة وشعبا وجميع الأمة الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة اللي إن شاء الله تنعاد على دولتنا الحبيبة قطر بكل خير. كابتن عادل، أول عيدية حصلت عليها كم كانت؟ دام إن إحنا في العيد ما حد يسمعك. طبعا الحديد نص ريال الحين بالخمسميات، إحنا بالنص ريال الحين ما حد يبى ياخذ ريال 10. كنا اذا مشينا نقعد نخرخش ذيك نخرخش الحين ما في. لا اذا طلعت لك ب 500 يعني لا فوق غني ملياردير 500 ها؟ لا قبل على ذاك الوقت ما اعتقد بس ما توصل ترى 500. لا اقول لك لا، اللي توصل معاه 500 خلاص هاي ضارب التب عندي. بما ان حنان قاعد تسال عن كم عيديه اول عيديه، عاد تتذكرون اول عيديه؟ وما شاء الله يتذكر. اي انا اتذكر صراحه. ها كم يعني؟ جفال اي كم اول عيديه كانت؟ لا اول عيديه نص ريال. لا لا كم المبلغ يعني؟ اي كم المبلغ؟ والله ما اذكر. زين اول هو مثلا نص ريال اخذ اول شيء عطوه انت ريال 10 5 نطلع لنا ب 200 300 كان الغني الغني اول شيء ياخذ 10 اول سيد نروح نتغدى فيها نروح السينما. كابتن جفال الاول البيت اللي يعطونك 10 ريال بو كان هاي انت وايد غني 5 و10 كابتن سيد حق الربع هذا البيت نقول حق الربع على البيت يعطون 5 تمام. كانت ايام حلوه الصراحه. بشير ما بعد ما قال لنا دا توني قاعد اسالك. بالتاكيد نفس ما قالت لك ان البيت اللي يعطي 15 يعني انت في العيد اذا طلعت لك 150 تعتبر هذا انه عيد يعني انجاز. وهل تروحون من بيت الى بيت مع بعض كمجموعه جروب؟ لان اعتقد ان هذه العاده في هالوقت انتهت. ساعات بعد ناخذ تكسي نروح المنطقه اللي فيها
بيوت كبار. قصدك بيوت كبار؟ بيوت كبار عيدية كبيرة. يعني مسوين بحث على البيوت اللي فيها. وعلى فكرة الحين صارت هذه المبادرة في باص أخذ مجموعة من الأطفال وأخذهم في جولة. يعني بس بشكل عام أنا ألاحظ أن للأسف هذه العادة انتهت حالياً، أن تروح أنت وربعك يمكن من خوف الأهل بزيادة وحرصهم على عيالهم أن ما يروحوا من مكان إلى مكان آخر. بالخدمات يروحون يعني يخافون على عيالهم لأن المنطقة تغيرت. وإذا راحوا يروحون بس قريب. أي أصلاً الفريج تغير. إحنا الأول الفريج ما في حد غريب، أنا أعرف جاري وجاري يعرف جاره والكل نعرف، كلنا نعرف بعض. اليوم أنت تعيش سنة وسنتين وثلاث ما تعرف من جارك. اي صحيح، احنا الاول نعرف الفريج كله كلهم اهلنا يعتبرون. مع التغيرات هذه مفتوحه ومشرعه يعني ما يعني هذه العاده كانت عندنا موجوده وما زالت. ما زالت في بعض المناطق، في بعض يعني الاحياء ما زالت موجودة. والمفروض نحافظ عليها. لا والله الله يديم علينا الامن والامان. ما زالت يعني موجوده لان الحين الباب مبطل مشرع. صحيح تمام. احنا الحين قاعد نتكلم عن العيديه، كابتن سيد الحين ما قال، قال 5-10 مع الكل يعني إجابة موحدة. بس الواحد صعب، لا صدق الواحد صعب يتذكر يعني الحين بروحه. الحين يمكن أنت كم أعطيت آخر عيدية؟ الحين صار صرتوا تعطون خلاص راحت عليكم ما راح تأخذون. صحيح العيد حاليا تقريبا يمكن بالنسبة لنا احنا صار يعني مختلف. طبعا دائما العيد يكون مناسبة مميزة بالنسبة للصغار ان صح يأخذون العيدية وان يمرون على البيوت. تقريبا بالنسبة لأن احنا الكبار يكون في تواصل اجتماعي اكثر، تروح تسلم على الوجهاء وعلى الشياب فانه يكون فرصه للتواصل، فرصه لانه يكون فيها زيارات اجتماعيه ترابط. صحيح تلتقي بكل الناس اللي يمكن ما التقيت فيهم. وطبعا في بعض اليوم قاعده اسلط الضوء على العادات السيئه، يعني كنا خلال فتره صار مواقع التواصل يمكن تغني عن السؤال والسلام وهذا الشيء طبعا خاطئ. فوجود هذه المناسبات اللي احنا دائما نشوف فيها الاجتماع وتقارب الأهل والترابط نفس ما ذكرت كابتن عادل، نرجع الحين حق نطلع عن العيدية ندخل إلى الإنجازات الكروية واللي احنا قاعد نشهدها بشكل مستمر ولله الحمد، وبطولة كأس آسيا هذا الإنجاز الكبير لقطر والخليج والعرب كانوا فخورين فيه. فتحدثنا عن هذا الإنجاز اللي شهدناه. طبعا انتوا الحين جبتونا أول ناس واحنا قاعدين امس للساعه 3 نشوف المباراه. مباراه قطر والبرازيل وكانت مباراه حلوه. حلوه المباراه. الشوط الثاني كان حلو بالنسبه لمنتخبنا. الشوط الثاني 2-0 لكن النتيجه كانت بالنسبه للمنتخب كانت ممكن تكون 2-1 المفروض، لكن ضيعنا البلنتي. بس مباراه كانت حلوه. بس انا حبيت شيء، حسيت ان احنا راح ندخل الحين في جانب التحليل والمناقشه. لازم نقضي مجلس. طبعا انجاز كاس آسيا طبعا هذا ما جاء من فراغ. طبعا تكاتف الجميع، شغل دؤوب من اكاديميه سباير والاتحاد القطري وكيوسل، يعني عملوا فريق فعلا يعني فرحنا وفرح الخليج، فرح الدول العربيه بالفوز الكبير اللي فاز فيه منتخب قطر يعني بالبطوله هذه لاول مره. وفعلا يعني مبارك للجميع. يعني هذه البطوله على ما اعتقد مش عاديه. اي مباراه يعني حتى المباريات والارقام اللي حطموها اللاعبين ارقام يعني خياليه، والحمد لله يعني هذا يعني من فضل ربنا ودعاوي امهاتنا. الحمد لله. احنا بنتكلم عن استاد الجنوب لان السيد كانوا لاعبين هناك المباراه النهائيه. لا تذكرينا بالمباراه. شيء يعور القلب. المباراه النهائيه ما يعرف. المباراه النهائيه في استاد الجنوب، احنا طبعا شفنا استاد الجنوب. لا بنتكلم عن استاد الجنوب. لا استاد الجنوب هاي شيء خيالي. استاد الجنوب وتكريمهم حق المصممه زهى حديد من خلال الافتتاح كان شيء رائع. ايضا الحضور، بما اني انا كنت موجوده هناك كان الحضور جدا رائع. احنا لما نتكلم عن 38,000 شخص وشوي كانوا حاضرين في الملعب بكل هذه الأجواء الجميلة. والله ما في شك يعني طبعا الملعب والحضور والمباراة والافتتاح شيء صراحة أسعدنا احنا كقطريين. يعني التنظيم
كانت طبعا شيء خيالي بالنسبه للافتتاح، بالنسبه للتنظيم، بالنسبه لل بشكل عام التنظيم فعلا كان بكل المناسبات يشهد لها العالم في الا المباراه قدر. كانت سيئه صراحه انا معك بالمباراه المباراه ما حددت النتيجه ما كانت يعني في الحسبان كلش اي عشان سداوي وطبعا لا ننسى المترو اللي كان المترو. يعني انا جربت صح. المترو لان احنا كانت عندنا تغطيه يعني صراحه ما قصر المسؤولين شغالين صراحه جامد لان انا جربت المترو من محطه القصار لين الوكره ومن الوكره لين ملعب لين استاد الجنوب وايد كان افضل من يوم المباراه اللي رحت بسيارتي وتحسفت اني انا رحت بسيارتي لان المواقف لين ما صفيت ومسافه بعيده يمكن شوي الناس مو متعودين على نوعيه ملاعب استاد الجنوب على اساس ان المواقف بعيده لانه هو مقطع كلامك طبعا الامير الله يحفظه فضل يروح بالمترو صحيح وكان افتتاح الرسمي هذه كانت لفته جدا جميله من حضره صاحب السمو جداً. بالتاكيد وهذه رساله قاعدين نوجهها كانوا يعني الطريق سالك يعني جينا على طريق المجد من فوق يعني كان انا جاي من الكرنيش انا من الدخله صعبه انت جاي من طريق المجد على ما اعتقد من خدته من الغرافه نص ساعه الا انا عند الملعب يعني يا جماعه امشي على الطريق اللي قاله كابتن عادل مالكم هذه الانجازات اللي احنا نتكلم عنها يعني هذه من الانجازات اللي يعني انشات طريق المجد والشوارع الفرعي الرئيسيه البنيه التحتيه نعم قاعد ذكرت كابتن عادل نقطه ان دعاء الامهات اللي كان احد اسباب التوفيق كره القدم هي يمكن من الرياضه اللي تجمع الشعوب واللي توحد الشعوب واللي يتفق على حبها الكبار والصغار ويمكن حتى الحريم اللي ما يعرفون يعني ما عندهم اطلاع جدا كبير بكرة القدم بقوانينها يكونون متابعين بشوق بحرقة قلب فيعني كرة القدم من الرياضات فعلا اللي لها نسبة متابعة جدا كبيرة اليوم كابتن سيد شوي ساكت من شوي كنت قاعد تتكلم الحين لا بالتأكيد أن كرة القدم نفس ما تقولي أنها الرياضة أو اللعبة الأولى في العالم طبعا يمكن هذا الكلام كان قبل أن اهتمام الجنس اللطيف متابعة كرة القدم حاليا ممكن حتى تشوفين مواقع التواصل الاجتماعي في من الجنس اللطيف تلاقين يفتحون مواقع تحليل وبعض الأحيان يمكن حتى تحليلهم أفضل من المحللين اللي يحللونه في قنوات تلفزيونية الجنس اللطيف الحين بيلعبون في فرنسا كأس العالم للسيدات صحيح صحيح احنا مقبلين على هذه الله يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله وكابتن سيد احنا تكلمنا من شوي قبل الهوى على تقييمك لنادي العربي بس أنا ما بتقييمك حق نادي العربي لان احنا كنا حاطين هذا السؤال راح نوجهه لكم كلكم كل واحد يقيم النادي اللي كان فيه لا انا ما ابي كذي بما انه في تحليل وحسيت انه يمكن يصير في منافسه ابيك انت تقيم نادي الغرافه وكل واحد يقيم النادي اللي كان فيه ايش رايك في نادي الغرافه مستواه وانا بغيم هو نادي الغرافه سد وانا اقيم الغرافه يعني والسيد بيقيمكم اثنينكم كذي احنا بنقيم اثنين وانتم قيموا اثنينكم عقب ها كابتن والله صراحه السد يعني الموسم هذا يعني على المستوى الاسيوي والمستوى المحلي يعني صحيح انه خسر كاس الامير لكن قدم مستوى يعني يمتلك عناصر ويمتلك جهاز فني مميز يعني شاهدناه بعد حطم ارقام هداف الدوري ابو نجاح من اللاعبين السد يعني على المستوى الاسيوي وصل الادوار المتقدمه نتمنى له التوفيق وان شاء الله نشوف الكاساس موجود في الدوحه ان شاء الله واحد احد كابتن تعودنا على اسيا احنا تعودنا خلاص كابتن جعفر الغرافه طبعا يعني ما في شك فيه لعيبه في مواهب وفي شباب بس ممكن ينقصها محترفين على مستوى يشيلون الفريق ويكونون طبعا عون للشباب اللي طالعين ويواجهونهم فالاختيار المحترف مهم كابتن عادل تقدر تعلق للفريق لا عادل كلام لا صحيح لان الكلام. انت عندك ثلاثه محترفين غير الاسيوي يعني اربع محترفين المفروض انت تختار
يعني من خيرة المحترفين اللي احنا تعلمنا من المحترفين القدامى. انا اذكر يعني عادل يذكر اللاعب قاسم بور، انا استفدت منه كلاعب صاعد توني للفريق الاول ولعب بجنب هذا المحترف، صراحه كان له دور كبير في توجيهه لي في الملعب، والى الان طبعا انا اذكر الشخص هذا لانه يعني صراحه توجيهه في الملعب هو اللي طورني كلاعب. نعم، واللاعب نفسه لازم يجتهد على اساس يطور نفسه. راح نتكلم على مو يعني مكانك سر، صحيح نفس المستوى نفس لا، اللاعب لازم يطور نفسه، خاصه ان الدوله مقدمه كل التسهيلات على اساس ان اللاعب يطور نفسه من خلال المشاركه. مو صعب ان اللاعب يطور نفسه. نعم مو بصعب. صحيح كابتن سيد، الحين دورك تعلق على أعلق على العربي بالتأكيد. راح أخلي موضوع العربي للأخير، راح أبتدي من نادي الغرابة. أعتقد أن نادي الغرابة أن استبشرنا تقريبا السنة الماضية بفوزهم بكأس QSL، كان في عندهم جيل صاعد، كان هذا الجيل يعني من المؤشرات الإيجابية. طبعا يمكن موضوع المحترفين يمكن كان ممكن تكون في خيارات افضل بالنسبه لنادي الغرافه. اعتقد طبعا اذا كابتن عادل يوافقني ان ممكن الفتره اللي مر بها نادي الغرافه انه ما صار فيه تغيير، ممكن هذا اللي خلاه شوي يبتعد عن المنصات، خاصه انه كان عنده جيل ينافس على البطولات، وبعدين يمكن بعد هذه الفتره حصل انقطاع. طبعا في المقابل ممكن اني اقول ان هذا الشيء اللي ما كان يحصل مع نادي السد على طول. هذه المواسم كنا دائما نشوف تغير اجيال، دائما تكون في خطه مستقبليه بحيث انه يكون في احلال وتبديل بدون ما تحس بهذاك الفارق، فلذلك كان السد دائما محافظ على مستواه انه يكون دائما منافس بالنسبه للبطولات. طبعا اذا رجعنا نتكلم عن النادي العربي اللي تقريبا يمكن هو اللي شاغل الراي العام، عوده العربي للمنصات، اعتقد ان هذه الحاجه يمكن الحل فيها بسيط، ممكن ان نقول ان الاستقرار انه هو الشيء اللي يؤدي الى تحقيق النتائج. وطبعا في مثال حي عندنا حاليا في الدوري القطري اللي هو نادي السيديه. نعم. اللي راح يشارك في ابطال اسيا. نعم. هذه السنه، فنشوف انه في نوع من الاستقرار، واعتقد ان العربي يسير في المسار الصحيح. السليه هذه اول مشاركه لهم في البطوله، السد سبق وشارك في بطوله الانديه، وتحيل كذلك شارك، والريان كذلك شارك، فنتمنى التوفيق كذلك لكل الانديه القطريه الموجوده عندنا. عندي نقطه بس للعربي. نعم. العربي كم سنه الحين بعيد عن البطولات؟ 22 سنه. 22 سنه، 22 عمر. يعني انا بعرف ان اللعيب اللي تطلع هذا او الشباب الصاعد او الشباب اللي طالع وين يروح؟ يعني ليش ما تعتمد على الشباب وتضيف عليهم محترفين؟ انا بعرف ان اللعيبه وين تروح. قال لك البشير الشباب وين يروحون؟ الاستقرار مطلوب، خاصه العربي. يعني العربي عرفنا العربي انه يعني يطلع اجيال، عنده قاعده وين يروحون؟ قاعده جماهيريه ضخمه. بس وين يختفون هاللعيبه الشباب؟ 22 سنه ما جابوا بطوله لين الحين يشجعون الناس. انا مستغرب الصراحه، جمهور وفي الشباب وين يروح؟ جمهورهم اللي حتى الكبار، يعني في العربي الميزه اللي فيه ان الابهات يعني يلقنون عيالهم حب النادي العربي، يعني تشوفينهم في الملعب احنا صغار وشايلين العلم، ولا بطوله يعني ولا بطوله. الصغار العادي يعني يروحون ورا البطوله، يعني اي فريق يفوز مع الانجاز يعني يروح يشجع، لكن العربي يعني انا اقول لك الابهات الكبار يلغنون عيالهم حب نادي العربي، وهذا يعني شيء طيب، يعني الانتماء حق النادي والانتماء حق كابتن عادل. بما ان احنا نتكلم عن الصغار، احنا شفنا حققنا بطوله كاس اسيا، اللعيبه كانوا خريجين سباير، هل اكاديميه سباير فعلا قادره عنها يعني توفر كل اللعيبه حق كل الانديه؟ توفر السباير يعني انا اقول لك يعني الجيل هذا يعني هذا محظوظ، عنده اكاديميه عالميه، اكاديميه سباير، عندك السبيتار، يعني الاول احنا نروح نتغرب نسوي عمليات برا، الحين بين اهلهم بين ربعهم يسوون عمليه، احنا نتغرب كنا كل شيء موجود يعني متوفر، نروح فرنسا وامريكا نسوي عمليات،
وعينك مجهول للنور هناك. لكن يعني اقول لك الجيل هذا يعني محظوظ بالاكاديميه سباير، الملاعب يعني ملاعب الجنوب، اللي الملعب الجنوب اللي شفناه، ملعب الخور، هذه يعني بيظل هذا يعني لهم هذه بعد كاس العالم. وهذا يعني نقول لهم يعني المفروض يستغلون هالاشياء يعني في تقدم المستوى، التفكيرهم المستمر في رفع مستواهم. يعني الواحد المفروض انه يفكر في كلاعب انه يرفع مستواه في ظل الملاعب والاكاديميات الموجوده في قطر. نعم، يعني جميع الفرص متاحه. تفضل كابتن. ابي اضيف على اخوي عادل، سباير طبعا تطلع اجيال وتطلع لعيبه، بس اللاعب نفسه مثل ما قلت بعد لازم يسعى ويطور نفسه. ليش يعني اللاعب الاقطري ما يحترف؟ شو اللي يعني ينقصه؟ شو اللي يمنع؟ شو اللي ينقصه؟ بامكانه انه يطلع ويحترف. يعني عندنا لعيبه على مستوى يعني ممكن يعني نشوف منهم يحترفون برا. صحيح. شو المشكله؟ بعدين في معظمهم او اغلبيه اللعيبه في منهم من لعب في بلجيكا، لعب في يعني في دوريات اوروبيه، وهذا اللي طور مستواهم. طارق على مدبو على المعز كذا اسم، هذا اللي خلاهم يعني يطلعون بالمستوى اللي شفناه في كاس اسيا. وبعدين ممكن ان ظروف الحصار ترى خلتهم يد واحده وقلب واحد، وهذا يعني كله بين في الملعب انهم يعني من مباراه لمباراه مستواهم يعلى. الجانب النفسي للعيبة له دور جدا كبير، ودور النادي ودور الاتحاد ودور كل القائمين على اللاعب يحقق انجاز جدا كبير في انه يوصل الى تحقيق. ونقطه مهمه ذكرتها كابتن، ان الواحد لازم يشتغل على نفسه. بعد في نقطه بقولها. تفضل. معلش. لا خطرك في خاطري وايد. بالنسبه للسباير المؤهل العلمي مالها لغايه الثانويه، فهذه لازم يدرسون هالموضوع. يعني الشهاده هذه ما تكفي، لازم تكون يعني ممكن انت مو كل اللعيبه راح تستفيد منهم كلعيبه، لا ممكن تستفيد منهم كمدربين. زين احنا عندنا جامعه قطر قسم التربيه الرياضيه، ينتقل بعد الثانويه من سباير يدخل جامعه قطر؟ مو بشرط تربيه رياضيه، حتى التخصص. انا اتمنى ان تكون يعني مرحلة أكبر، يكون على الاقل فيها دبلوم، فيها يعني ممكن الواحد تستفيد منه. اذا ما صار لاعب ممكن تستفيد منه كمدرب ك بخصوص هذه النقطة. أحب أقدم إضافة بالنسبة للشغل اللي سوته سباير. طبعاً أعتقد أن الإخوان يوافقوني أن تقريباً ممكن الأجيال السابقة كانت دائماً في عندنا الحاجز النفسي. دائماً كنت لما تقابل منتخبات تقريباً تصنيفها أقوى منك كان دائماً يكون في حاجز نفسي وليس حاجز فني. طبعاً يمكن تقول أن هذا الجيل اللي فرق أن هذا الحاجز النفسي عنده تقريبا قدروا انهم يتغلبون عليه. تقريبا تكلمت مع جماعه من اللي مشرفين على المنتخب، فتقريبا كان انجاز اسيا بالنسبه لي كان مفاجئ، بالنسبه لهم ما كان مفاجئ، لان يعني نفس الجيل فاز بكاس اسيا للشباب. فتقريبا الجيل كان تم التهيئة بشكل تلقائي، في خوف اكثر. ومن ناحيه بالنسبه للمؤهل الدراسي طبعا فيه برنامج اعتقد كيو اس ال شغالين عليها الحين، على اساس انه فعلا ان هذا الجاب ولا هذه المشكله انه يتم حلها ويتم التسجيل حتى في الجامعه، سواء جامعه قطر الجامعات الثانيه، انه يكون البرنامج نفس ما تقول فيه مرونه اكثر بالنسبه للاعب المحترف. فاعتقد ان هذا الامر بعد المسؤولين شغالين على هالامر في اصلاحه ان شاء الله، لانه هو عقب الثانويه يعني ما يخلص يروح برا. صحيح. فانت تخسر اللاعب. ايوه هذا يعني. طول ممكن تستفيد منه. يعني اغلب يعني احنا يوم كنا نلعب ذاك الوقت ممكن تطلع يعني لك اجيال مدربين، اجيال اغلبهم كلهم راح سافروا، بغينا احنا بس اللي في المنتخب سووا لهم برنامج وخلوهم الدعاء، والله الباقي كلهم. لا موضوع الرياضه ولما يجتمعون الرياضيين فيندمجون وايد، فعشان شوي نعطيهم بريك حلو خلونا نشوف هالفعاليات في كتارة. كتارة صراحه مكان جدا رائع، خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حديثنا.
حبينا صراحة أن يكون في تنوع أكثر بالنسبة للأشياء اللي احنا نقدمها للجمهور، خاصة أن كل سنة احنا نشوف أعداد كبيرة جداً اللي تكون حريصة وأن تكون متواجدة من الساعات الأولى في 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 كتارة لحد ساعات متأخرة. بحب أن يكون هذه الإضافة بحيث أن الناس تقدر تستمتع. عندنا أيضاً توزيع جوائز وهدايا في منطقة الألعاب مجاناً على الجمهور، خدمات طبعاً اللي احنا نقدمها منها توزيع المياه المجانية، الإسعاف والأمن الموجود، حرصاً على سلامة الجمهور والأعداد الكبيرة اللي تكون موجودة في كتارة. الولاد انبسطوا جداً، كفاية أنهم حطونا في أجواء العيد، العروض والفعاليات وأماكن للعب الأطفال وتوزيع الهدايا، كان في توزيع للهدايا بصراحة كان أكثر من رائع بصراحة. فعاليات اليوم في قطارة ما شاء الله زاخرة ومتنوعة تناسب كل الأعمار. طبعاً إحنا بنحضر زي ما ذكرنا من عيد إلى عيد، لكن هذه المرة ما شاء الله الجو أيضاً مناسب ولسه الرطوبة ما بدأت، فالناس استطاعوا أن هم يظهروا. حبيت الألعاب كلها وحبيت العروض اللي بيقدمونا في قطارة. عيدكم مبارك. انضم الى متابعتنا، حياكم الله ومستمرين معكم في ثالث ايام العيد السعيد، وبالتحديد مستمرين في فقرتنا الرياضيه اللي حبينا نبتدي فيها مع نخبه من نجوم كره القدم القطريه. وكانت تحدث عن سباير، كانت تحدث عن الدعم اللي قاعده تقدمه دوله قطر بشكل مستمر اللي هم ما حصلوا هذا الجيل تحديدا، وتحدثنا كذلك عن البطولات، وهناك بطولات كثيره تهيئ الشباب على أنه يكون من الجانب النفسي ومن الجوانب الكثيرة أنه قادر على أنه يواجه منتخبات تكون كبيرة وأسماء تكون لامعة. كابتن سيد، لو نتحدث عن البطولات اللي قاعد نشوفها اللي تكون بشكل مستمر، وخاصة البطولات اللي قاعد نشوفها في شهر رمضان، الوجبة على الصحافة على الكأس، وكيف أنها تجمع الشباب مع بعضهم البعض وتجمع كذلك العمالقة مع بعضهم البعض ويتقفون ويتعلمون، لأن كابتن جفاء ذكر مهمة أن اللاعب لابد أن يكون على اطلاع. نفس حضراتكم يعني الحين كل واحد مطلع على النادي، مطلع على قاعد يصير في الكرة العالمية والخليجية والقطرية تحديدا. بالتأكيد نفس ما احنا نعرف أن الرياضة جزء لا يتجزأ من سياسة أو توجه الدولة. طبعا هذه البطولات اللي تحصل في رمضان او تحصل طوال الموسم تقريبا ممكن هي لها اتجاهين. يمكن نقول الاتجاه الاول اللي احنا نتكلم عنه في الأندية اللي هو تقريبا العمر لما تكون في الاولمبي 18 الى 20 سنه، طبعا في البعض يستمر وفي البعض ما تكون عنده فرصه يستمر لان عنده خيارات ثانيه، ان وظيفه ولا اكمال دراسه وما الى ذلك. طبعا هذه البطولات الاخيره اللي قاعده تصير طبعا مشرفه عليها وزاره الشباب والرياضه، مشرفه عليها سباير، في كشافين يتابعون لاعبين، في لاعبين يمكن تسربوا خارج مجال كره القدم عادوا الى كره القدم مره اخرى. هذا من جانب ان لما نتكلم عن اذا احنا نبغي لاعبين. في جانب اخر اللي هو نشر ثقافه الرياضه او كره القدم بشكل خاص بين المجتمع. يعني دائما تلاقي البطولات الرمضانية أو البطولات أو ملاعب الفرجان، واحد تكون عنده رغبة بممارسة اللعبة يلاقي إنه في له فرصة إنه ممكن إنه يمارس اللعبة، فهو حاجة، هذه حاجة طيبة وحاجة جيدة إنها تكون تنشر الفكر الرياضي، وهذه الحاجة تفيدك للمدى البعيد حتى لو من مش من ناحية احترافية، ممكن أن حتى من ناحية صحية. إن إذا كان المجتمع منتشر في سياسة أن يمارس الرياضة، هذا الشيء راح يكون مفيد لجميع أفراد المجتمع. غير تخصيص اليوم الرياضي اللي احنا شفنا فيه طبعا. الحرص على الاهتمام بالرياضة، طبعا كل حد اعتزل في تاريخ مختلف ولسبب معين ولظروف معينة. نبتدي بالطيارة. طيارة. طبعا أنا اعتزلت في سنة 2000، بس ايش درج اني نزل بالطياره في حد ما يعرف. طبعا هاي فكره يعني راودتني وفعلا الحمد لله تحققت، نزلت في
في الملعب في وسط الملعب الهليكوبتر، وكانت يعني حركة حلوة. صحيح. طبعا استانسوا والجمهور اللي كان حاضر الملعب ذاك الوقت. من فكرته هاي عادة؟ من فكرته؟ فكرتي والله. ونجحت الحمد لله. حتى كابتن جفال كان اعتزاله في 4/4/2009 مباراة ودية مع اي سي ميلان. صح. بصراحة يعني شيء جميل الواحد ينهي مشواره يعني بمباراة مثل هذه المباراة مع نادي كبير وأسماء. يعني اي سي ميلان كان وقتها في نخبة من نجوم صراحة، أسماء كبيرة، رونالديني وكاكا ومالديني، يعني أسماء كبيرة صراحة. أشكر مسؤولين وأشكر طبعا سيدي سمو الأمير وأشكر الشيخ قاسم شيخ الشباب، طبعا هو من بعد الله له الفضل، والشيخ جوعان. صراحة شيء حلو الواحد ينهي مشواره في يعني مباراة بهالمستوى. كابتن سيد، قرار اعتزالك تشوفه متسرع ولا في وقته؟ لا بالعكس، انا اشوف ان هذا القرار كان في وقته، لان اعتقد الجماعه يوافقوني دائما ان كره القدم او الرياضه تاخذ حيز كبير من وقتك، فلازم ان تركز على امور ثانيه في حياتك كعمل خاص كعائله وكذا. فأنا اتخذت هذا القرار وعن ممارسة كرة القدم. أنا لازلت ممارس كرة القدم، أني أحب كرة القدم، لكن يمكن بشكل احترافي كان هذا هو القرار الأفضل. نعم، يمكن احنا قاعدين نشوف الكثير الحين من هالاسماء والعمالقه موجوده على الساحه. انا والدي الكابتن وميد منير كذلك لاعب سابق، وللحين مستمر من خلال وجودكم بتدريب اللعيبه. يلعب خلال والله ما يلعب. يلعب؟ طبعا. ليش ما تلعبون؟ ما تشاركون في البطولات؟ تشاركون نفس الشيء. الله يطول بعمركم ويخليكم لنا بالتحديد. واكيد يعني انتم قدوه ونموذج، للحين احنا قاعد نشوفكم ونتابعكم سواء حتى من خلال تحليلكم للبرامج انتم قاعد تكونوا موجودين فيها بشكل مستمر على القنوات اللي موجوده في الساحه القطريه. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، واكيد راح نستمر في متابعتكم. بابا يلعب وانتم تلعبون للحين اكيد. شكرا لكم جميعا وكل عام وانتم بخير. نطلع فاصل بسيط، بعد الفاصل عندنا شخصيتين من الشخصيات الجدا مهمة في السوشيال ميديا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. معنا اليوم في فقرتنا هذه نجوم من مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما أنتم تعرفون كما هو الحال في الواقع، مظاهر الاحتفال والسرور عمت مواقع التواصل الاجتماعي. فما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة مطابقة كما لما يجري في الحياة، وهي نافذة تطل على المواقع من خلال مشاهير السوشيال ميديا الذين يتابعهم الجمهور وهم قدوة لغيرهم، وهم ما يبرز وهو هني يكون مسؤولية كبيرة على الملقاة على عاتقهم في توجيه المجتمع وخدمته وإبراز ثقافته. طبعا قاعد نتحدث اليوم عن في كل برامجنا دائما نسلط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية هذه المنصة اللي تنقل كثير من الرسائل. راح نتعرف اليوم إن شاء الله على ناشطين اجتماعيين موجودين معنا في قطر وفي مواقع التواصل الاجتماعي. يسعدنا راح يكون معنا اليوم سعود الفراج وجاسم الحمادي في استديونا بالتحديد، وفي ثالث أيام العيد السعيد. كنت قاعد تسألني السؤال الحين أنا قاعد أجاوبك، راح يكون دايركت معانا التواصل، لأن عادة فعلا أخوي سعود عادة يسألون الضيوف لما نطرح السؤال ونطالعكم ولا نطالع الكاميرا. ترى صدق والله الكل يسأل كذي، فلا أخذوا راحتكم، تبون تطالعون الكاميرا تبون تطالعون الاستوديو تحت أمركم تحت تصرفكم بالتحديد. وإحنا دائما أي ضيف يكون موجود عندنا لابد أن يوجه تهنئة أو كلمة حاب يوجهها للمشاهدين. فنبتدي من اليمين. من اليمين. من جيبتنا. يا مرحبا وسهلا، نحييكم ونحيي المشاهدين خلف الشاشات، ونقول كل عام وهم إن شاء الله بخير. كل عام وأمتنا الإسلامية بأحسن حال، وبإذن الله يعود علينا العيد والكسر من جبر
والجرح ملتئم آمين. بإذن الله. آمين يا رب. آمين. كل عام وأنت بخير جاسم. والسلام. أول شيء أحب أرفع أسماء التهاني وتبريكات إلى سيدي حضرة صاحب السمو وإلى الناب وإلى قائد النهضة ومشعل. وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة على الأمة العربية والإسلامية، الشرفاء منهم إن شاء الله. آمين آمين يا ربي. إحنا في البداية في المقدمة تكلمنا عن المواقع التواصل الاجتماعي اللي تعكس صورة هذا المجتمع، اليوم صارت معايداتنا بالتواصل الاجتماعي. أمانة عادة دخيل علينا بصراحة، يعني ما له المعايدات، أنا ما ود متوتر. المعايدات يعني المفروض أنها هي تكون بين الأهل، على عاداتنا، على تقاليدنا، الأم، الأبو، إخوانك، صلاة العيد. أنا أظن أن هذا المفروض أنه يكون. أمانة أنا ما عايد حد بالواتساب. يعني أنت تصل لا. في الأخير تحت كل عام وأنت يعني بخير واسم سعود الفضاء. لا لا لا. يعني أنا أتصل لك تلفون عايد عليك ولا بوصلك لمجلسك. نعم، يعني الحين في محافظة على العادات والتقاليد رغم التطورات اللي احنا قاعدين نشوفها واندثار بعض، بس بعد لها استخدامها الإيجابي. نعم. يعني أنا مريب مع جاسم، كالعادة أنا ضده. البعض مو في المتناول أني أجيه أو أني أتصل له، يكون برا البلاد، في صعوبة يمكن. هني تكون من إيجابيات التواصل الاجتماعي ومن حسن استخدامها أني أتصل في أخوي اللي برا البلاد، أتصل في أخي اللي مسافر، أتصل في اللي ماني بقادر أني أواجهه بالرسالة. بس حبيت ان احنا نشوف اليوم في ضد وايد. انا احب كذي صراحه، احب المنافسه واحب ان واحد يخالف الثاني، مو بدنا مشاكل بس ان الواحد يستمتع. بس بدايه ان بنعرف مشاهدينا على كل شخصيه انشهرت بوشه في مواقع التواصل. يعني الحين قاعد نشوف وايد من الشخصيات اللي قاعد تظهر. دائما ارجع واقول ان هناك فرق بين المشهور وبين المؤثر اللي احنا قاعد نشوفهم في منصات مواقع التواصل الاجتماعي. الشيبه ليش شي لقبوك يعني الاغلبيه؟ التحندة وايد، صح؟ التحندة وايد. التحندة وش معناته يا جاسم؟ التحندة ايه لازم ايه. التحندة الله يسلمك تلغي. تلغي ايه. اللغة مو بمقتصر على الشيبان، فيمكن نبرة الصوت شوي يعني هي اللي حدثني على الشيب. بعدين قد هنا بوادر شيب بعد، مو هم غلطانين هم اللي حدثنا الشيب. بس اكثر شيء شنو المواقع المواضيع اللي تسلط الضوء عليها؟ يعني في مواضيع اجتماعيه اكثر، مواقف شيء. امور شيء تحس ان المتابع بيستفيد منه، شيء توفق فيه يمكن. لان المواضيع يعني عشان كذي انا قلت يمكن المواضيع اللي تتطرق لها صاروا يسمونك بالشيبه، يمكن تتناول المواضيع الاجتماعيه او تقول عن السوالف اللي قاعد بطريقه معينه بالفعل. مثلا قريبه منهم. بالفعل انا اكثر ما اعتمد عليه من الأمور، المجالس، من العادات، التقاليد، يمكن هذه الأمور بعد أحد الأشياء اللي ساهمت في أن يكون هذا اللقب موجود. حتى المفردات أو المفردات، حتى المفردات وحفاظه على الهوية القطرية أيضا. لا بالعكس، حتى السرد التاريخي اللي يسرده أخوي سعود، أنا يعني في بعض الأوقات إحنا محتاجين أن في شخص يبين أو يظهر الأمور التاريخية اللي موجودة عندنا. سعود من الناس اللي أنا أمانة أعتمد حتى على المعلومات التاريخية. ما عليك سعود، قاعد يضبط ترى عشان اهدي اللعبه. انا بخرب حتى لو ضبطت. جاسم، اغلب المواضيع اللي تطرحها مواضيع سياسيه، لكن في لقائك الاخير مع الدكتور محمد العوضي تكلمت عن جانب وايد مهم، عن جانب الطاقه والجذب. ايضا تكلمت عن دور المراه في مواقع التواصل الاجتماعي، وانت دائما في نقطة وأنا أتذكر أني أنا اقترشت لك عليها مسج لما قلت مثل الحريم، وقلت لك الحريم ترى وقفة مع الرياييل في كل المواقف. لو بنرجع للمواقف التاريخية بتلاقي دور المرأة صحيح. شلون تنظر للمرأة في المواقع؟ أنا كشخص أنا الدعم الأول للمرأة الإكترية، لأن المرأة الإكترية هي الأم، هي الأخت. بالعكس، وإحنا دفاعنا الحين المستميت عنهم على أساس أنهم تكلموا فيهم، لكن في عادات دخيلة علينا. فاحنا نتكلم مثلا يوم اقول فعلك كفعل المراه، ما يعيب المراه، يعيب ان انت ابتعدت عن رجولتك كشخص، لكن المراه ما يعيبها، هذا خلق الرحمن اصلا يعني ما فيها مشكله. لكن انا اتكلم عن العادات الدخيله علينا، مثلا حتى اللي عندنا في السوشيال ميديا، البنات اللي موجودين، احنا المفروض احنا ندعمهم، لكن ندعم الشخصيات المؤثره اللي تبرز الهويه الالكتريه، بناتنا بحشمتهم، قدرهم، باحترامهم، هذا المفروض اللي احنا نبرزهم، ما نبرز العادات الدخيلة نفس ما صارت عندنا علوم الطاقة وغير من علوم الطاقة. نفس ما قال الدكتور محمد، وصلنا لمرحلة ان فيها إلحاد، وصلنا لمرحلة تغيير فكر،
فهذا أعداد دخيلة علينا، إحنا ما نعرف شيء يسمونه أبراج، إحنا نعرف رب العالمين، ما عرفنا شيء اسمه أبراج من قبل، على أساس أن الحين حتى في أمور التوظيف وفي شخصيات بدأت المعتقدات تتغير، خطأ كبير. فلذلك أنا يوم تكلمت مع الدكتور محمد حاولت أن أنا أوضح هذه الفكرة، يمكن في ناس مقتنعين بهذه الأمور، زين شلون أنا أوصلها بفكرة أن يا جماعة ترى خطأ اللي قاعد يصير، هذه مهب من ديننا أصلاً، أن توصل لمرحلة أن في أشخاص عندنا قطعت علاقتهم مع رب العالمين بسبب أنه يتكلم بهالأمور. ما أتكلم من جانب ديني، لكن حتى من جانب بروفيشنال، يعني تقدم على وظيفة يجيك شخص يقول لك والله برجك ما يتناسب مع برجي، لا مو بكيفك، ما تداوم معي، ما تداوم معي. صراحة ما مرت علي هذه الدوام، ما شفتها أنه يروح يوظف، لأن إحنا قراب فالأمور توصل بسرعة. احنا كثير ترى من الامور الاجتماعيه نتدخل فيها، كثير من الامور، بس ما نعرضها، ما هو بشرط ان انا اشوف خطا في الدوله او ان خطا اجتماعي موجود ان انا اعرضها بالطريقه اللي استفز فيها مشاعر الناس، لا لا، من العقل ان انا اشوف من هي الجهه المسؤوله عن هذه الامور. في يوم تكلمت مع الدكتور محمد العوضي امانه مشكورين وزاره الاوقاف اتصلوا في نفس الوقت، حلو، في متابعة، شلي حاصل يا جاسم، شلي عندك، وديت لهم اللي طرشوا الناس، الناس عندهم إثباتات، في ناس تتكلم بمنطق، في ناس كذا، الحمد لله في إجراءات اتخذت. ما هو بشرط أن أنا أثير موضوع لمجرد الإثارة، لا لا لا، في مواضيع سكتنا عنها وتدخلنا فيها، الله يذكره بالخير بعبد الله نوسيقنال، تدخلنا فيها لكن ما أثرناها، يعني وصلنا للجهات المعنية، ترى يا جماعة في خلل في المكان الفلاني، تم اتخاذ إجراء. في النهاية أنت تبي تحمي محيطك، تبي تحمي مجتمع، هو المنطق لا أكثر ولا أقل. جميل، هاي من ناحية إيصال رسالة، حبيت نقطة إن متابعة الجهات والوزارات والشخصيات كذلك لبعضها البعض أكثر من موضوع أمانة، أكثر من موضوع يتدخلون، تعالوا يا جماعة شو اللي عندكم، ترى عندنا 1 2 3، في مواضيع إحنا ما نثيرها لكن نوصل للناس، ترى البيبان مفتوحة ما هو مسكر، نوصل لهم يا جماعة ترى عندنا 1 2 3 4، في كثير من الأمور في إجراءات رسمية اتخذت، يعني خصوصا في الفترة الأولى من الأزمة صارت عندنا بعض المواضيع، الناس صارت شوي حساسة من قصة الأزمة، فبدأوا يثيرون أي شيء، فلا لازم شوي كنترول. ولكن هناك كذلك ضوابط من الدولة، من الجرائم الإلكترونية أخوي سعود، لمن أمانة جمال الكعبي، نعم، شغل جبار مع الجرائم الإلكترونية وأنا متواصل معهم دائرة، نعم، فمدى أهمية وجود ضوابط وقوانين معينة تحد من عدم، يمكن أحيانا قاعد نشوف للأسف مجموعة المشاهير يتلفظون بألفاظ بذيئة، يتجاوزون للحدود، خاصة أنه يمكن عندهم نسبة متابعة وأرقام جدا كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وموضوع التواصل الاجتماعي بقدر ما فيه من الإيجابية والفائدة قدر ما فيه من السلبية والضرر بطريقة الاستخدام، فلازم يكون موضوع الضوابط، إذا الإنسان تخلى عن ضوابطه هو بنفسه وما قيد نفسه بنفسه لازم يكون من فوقه من يرده. صحيح. الخطأ وارد مرة مرتين، لكن ترسم لي صورة نمطية عنك أن الخطأ هو الشيء الصح فيك، لا، هنا لازم يصير تدخل القانون ولازم، فبالفعل المجتمع مسؤولية كل واحد منا يشيل على عاتقه جزء منها، شيء كبير منها على الأخوة القائمين على ضبط هذه الأمور في أنهم يقيدونها، الصواب يترك إن شاء الله مثل ما صار التفاعل مع الأخ جاسم وموضوعه أنه يعزز ويأخذ في مجراه الصحيح، والخطأ لا، يقال له أنت غلطان. وحن دائما نرجع ونقول حتى لو الدولة حط الضوابط، حتى لو الشخص المشهور أنت رقيب نفسك، أنت رقيب نفسك، وبالإضافة الحين التليفون موجود في يد حتى يمكن لعمرهم 3 4 5 سنوات للأسف، فلا بد أن تكون الرقابة أول شيء ذاتية، وتكون الرقابة من قبل الأهل، لأنه صار للأسف عادة كل ما صارت سالفة قطوا اللوم على الشخص المشهور، والله هو ليش تكلم، هو ليش سوى، انزين ليش مو بنتم تراقبون، ليش مو بنتم تشوفون، بعد انتم مسؤولين عن اتخاذكم الشخص اللي انتم ماخذينه نموذج او قدوه لكم علشان انتم تتابعونه. اسماء كثيره موجوده عندنا الحين في الساحه القطريه من مشاهير السوشيال ميديا، كل حد قاعد يحاول انه يتميز بخط معين له، اكثر الاسماء اللي تتابعها اخوي جاسم؟ انا امانه يعني ما لي علاقه في التواصل الاجتماعي، يعني ما تتابعك؟ لا لا، يعني لا في لا بالعكس، شوفي انا يعني مثلا سعود لو يطرح مثلا في مواضيع هو يطرحها انا انزل اللي يتكلم فيه سعود انزله عندي في الحساب، ليش؟ لان انا ما ابي اكرر سعود او انه يعني نتكلم في نفس الموضوع، هي اهم شيء ان الرساله توصل.
وأنا مارتن سعود سرده وطريقته قريبة شوي من طريقة سردي للمواضيع. فأنا أحب إن أنا أخذ مثلاً إذا سعود تكلم في موضوع أخذ وأحطه عندي في الحساب. يعني من ضمن الشخصيات المفضلة عندك سعود؟ طبعاً خوي نوسقنا عندي. أبو علي. لا أبو علي اللي زي ما هاي أخوي. فيعني في شخصيات إن أنا تبعها بس مارتن أنا مقل جداً في التواصل الاجتماعي. يعني من ناحية أن أنا عندي معارف في التواصل الاجتماعي، عندي دوحة لايف أتابع وأخذ منه بعض المعلومات الأمور، مرسال قطر أتابعهم أول بأول، لكن أمانة الجانب النسائي نهائياً صراحة لأنه مو باهتمامي. يعني أنا أمانة مو باهتمامي، يمكن الشباب اللي أنا أذكرهم يمكن مرت فترة يتكلمون في الأمور السياسية، بس في نساء أسرجال يتناولون هذا الجانب، يتناول الجانب السياسي، الجانب الرياضي، الجانب الثقافي. والله ممكن تقصيراً مني، لكن أنا ما يعني إحنا ناويين ترى نوهقة اليوم نبي نتكلم عن العنصر النسائي، مو بعرف لا والله يعني يمكن قصور مني أنا إن أنا ما أتعامل، يعني ما أعرف الشخصيات المؤثرات اللي موجودين هنا عندنا في الدوحة، ممكن قصور مني، لكن إن شاء الله إن عندنا شخصيات كترية نقدر إن نرفع فيهم الرأس. مثلاً عندنا ثنتين من خواتنا قبل فترة نشرت عنهم اللي خذوا الدكتوراه في بريطانيا على تخصصات نادرة وغير وغير. بالعكس هذه الشخصيات اللي ودك إن أنت تبرزهم في النهاية، حريمنا لهم قدرهم، حطوهم في مكانهم. إحنا عندنا مثال، عندنا أم الشيوخ، هذا هو المثال اللي موجود عندك، فحاول أن تتبع جزء من هذا المثال لا أكثر ولا أقل. إحنا في المواقع التواصل الاجتماعي ينقصنا التخصص، يعني إحنا اليوم ما عندنا تخصص في دول مجلس التعاون. يعني مثلاً اليوم لما نتكلم عن الكويت بتعرف فلان متخصص في الدعايات، فلان بيتكلم عن الجانب السياسي، هذا بيتكلم عن الجانب الرياضي، هذا الاجتماعي. إحنا خلطنا الحابل بالنابل، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، المهم ان انت كل يوم تطلع وتتكلم تقول سالفتك زينه تفيد الناس، سالفتك شينه، المهم ان انت تطلع. عدم التخصص في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن ان انا شغلي في الاعلام فادني. يعني واحد ما ينكر افضل الناس اللي ما انا اشتغلت مع ناس لهم باع كبير في الاعلام، استاذ عيسى الهتمي، فرق خالدي، عبد الله المري، عبد الله ما يعرف فيه، خالد جاسم، اشتغلت في هذه الكواليس. قناة الكاس ونوجه لهم تحية زمان. فأنا يعني اشتغلت في هذه الكواليس، فأنا عارف على قولتهم من أين تؤكل الكتم. في أيام أنا ما أظهر فيها، بالثلاث والأربعة أيام أنا ما أظهر، ما أتكلم. وبنفس الشيء فادني السناب شات، يعطيك إحصائيات. فأنت يعني أنا غيرت طريقة الطرح في بداية الأزمة، كان عدد المشاهدين اللي موجود عندك فئة عمرية، شريحة اللي احنا المقصودة يعني كانت من بين 25 إلى 35 سنة، فأسلوب الطرح كان يختلف. لكن يوم بدأت الأعمار عندي أنا تختلف من 40 وفوق، هني حتى أسلوب الطرح عندي أنا اختلف. يعني بالعربي عملي وتواصلي مع الناس في الإعلام خلاني أعامل السناب كأنها قناتي بالعربي، يعني بحشم الناس اللي موجودين ضيوف مجلسي. نعم، يعني أنت أخذت تخصصك واستغليته في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن حنان كان قصدها على المواضيع اللي طرحها. هو لا تخصص واحد عنده، ما عنده تخصص. أنا أتكلم بس في المواضيع السياسية، وأبي إن شاء الله الموضوع ينتهي عشان أطلع. المواضيع السياسية والمواضيع الاجتماعية، يعني المشاهير موجودين عندنا، حلو أن الواحد يقدم المعلومة اللي عنده ولكن بطريقة مدروسة واثق منها، لأن في ناس يتكلمون وهم ما عندهم أي اطلاع أو أي دراية عن الموضوع اللي قاعد يتم تسليط الضوء عليه لمجرد الغرض اللي هو أنه شهرة، انتشار أو تواجد. هذه من خطورة استخدام التواصل الاجتماعي. يعني واحد على سبيل المثال بيتكلم عن أداب المجلس على سبيل المثال، وهو ما عنده منها شيء، لا في مرجعها الديني ولا في مرجعها الاجتماعي أو اللي يحكمها عادة التقاليد، كلام من غير فعل. يعني يتابعك واحد عمره 5 سنوات، يتابعك واحد عمره 6 سنوات، هو يشوفك قدوة أو متأثر بشكلك، متأثر بطرحك، متأثر، المهم أنه لقى فيك شيء يستاهل أنه يتابعك علشانه، زرعت فيه قيمة خاطئة. وهذا من السلبيات مثل ما ذكرتي أنت وتفضلتي، أعطيتي الموضوع يعني حقه الكامل. المفروض أني أكون ملم بالأمر كامل قبل ما أتكلم فيه وأفتي فيه. بالإضافة للأسف إحنا يمكن نشوف مجموعة من مشاهير خوي سعود يقولون كلام وما يطبقونه أهم، يعني تشوفهم على أرض الواقع شخصية مختلفة اختلاف كلي عن الكلام اللي أنت تشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا ما أشوف أنه ملزوم،
انه يكون مثالي يعني. مش مثالي بس انه لا انت تعكس صورة وتتكلم عن المثالية والإيجابية وانت في حياتك ما تطبق هذه الأشياء، تكلم عن الأشياء اللي انت تطبقها يعني. هو يفترض انه يكون منه هذا الشيء، لكن لو ما صار انا بفرض بظهر الشيء الإيجابي، بظهر الشيء اللي يمكن اني ودي انه يصير فيه وما قدرت، لعل غيري يستفيد منه. وش رايك في ظاهرة ان الحين قاعد نشوف ان حتى استغلالهم للأطفال بأن يكونون موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي، يطلعون عيالهم ويطلعون أسرار بيوتهم؟ يعني الحمد لله هذه ظاهرة احنا ما شفناها صراحة في قطر، ولكن في دول أخرى لها عدة جوانب. أنا بقول لك على سبيل المثال في حسابي، كنت العصر في رمضان أقعد أنا وعيال عمارهم من 15 سنة وأصغرهم أبو 9 سنوات، نقعد في حلقة ذكر، خلي واحد منهم يقرأ، أو على سبيل المثال أنا أقرأ، نرجع في تفسير حديث، كيف فهمت يا فلان، كيف فهمت يا فلان. الشيء هذا بعض الناس يشوف أنه مو بالمفروض أنك تظهره، ما فيه نوع من الرياء، لكن الله أعلم بالنوايا. أنا الشيء اللي كان ودي أسويه أن الأخ اللي بيتابع بيتأثر به، الولد اللي تابع بيشوف هذا يقرأ وظهر على الشاشة أو ظهر في حساب فلان، لا المفروض أنا أكون مثله، المفروض يكون عندي إجادة في الكلام في الحضور في... وهذا هذه الظاهرة الإيجابية. ولكن إحنا كذلك نتكلم عن الظاهرة اللي إحنا نشوف يمكن أعمار 9 إلى 10 سنوات عندهم تليفونات وأصبحوا من مشاهير التواصل الاجتماعي، ما في رقابة للأهل، فهذا الظهور السيء اللي قاعد يكون خطأ. بالعوائل هذا خطأ. هذا نعم. من الجانب السلبي في استخدام الأطفال، لكن إحنا شفنا أيضا الجانب الإيجابي في مناسباتنا الاجتماعية، شفنا الأب وهو ياخذ عياله مع المسجد في صلاة العيد، شفناه في الميالس طريقة الكلام، هذه أشياء كلها تأثر علينا وطلعنا بصورة حلوة أيضا. صحيح. إحنا لما نتكلم اليوم إحنا ما نتكلم عن محيط محلي، إحنا نتكلم اليوم عن انتشار إقليمي، الأضواء كلها كل علينا. العالم يشوفه، كلها علينا الأضواء كلها علينا، فإحنا ملزمين بأن إحنا نظهر الهوية القطرية، ولا أنت إيش رأيك؟ إحنا لنا أمانة بيئة خاصة الإقطريين خصوصاً، ولا بكسورهم في الدول الثانية، لكن إحنا لحد الحين من أكثر الدول اللي متمسكين بالعادات والتقاليد، من أكثر الدول اللي ما نقول إحنا منفتحين جداً لكن مغلقين على هويتنا، وهذا الشيء الصح. يعني مثال موجود عندنا، قول حق ولدك تعال اظهر بدون غترة وعقاب، قل كان مو بظهر وياه، خلا أقول لك بجيك عرس لا تودي سيفة وياه، ما وياك بالضبط. فهذا الشيء اللي ينزرع فينا، ترى على فكرة هذا كان شيء مدروس من أيام قناة الدوحة، إذا تذكرون قناة الدوحة وسعادة صلاح بن غانم العلي، يعني أنا من الناس اللي اشتغلت معاهم في هذا الموضوع، كان حتى يوم قعدنا على أساس أن استراتيجية القناة أنا مسكت العرضات الإلكترونية، فيوم اشتغلنا على هذه المواضيع سألت بن غانم قلت له شنو استراتيجيتنا في قناة الدوحة؟ قال لها القطر كلهم تحت بيرك واحد. هذه كانت الاستراتيجية، لذلك حتى قبل اللوجو يوم ظهر لوجو قناة الدوحة. فإحنا نشتغل على هذا الموضوع، حتى مسمياتنا سعود فزعة الأخوية كذا، ردينا حق المسميات القديمة، كروة المسميات القديمة. إحنا الحمد لله رب العالمين لحد الحين والله لا يغير علينا يعني. حتى القرار اللي أصدر بشأن المدارس والزي، توحيد الزي نعم بالذات في للأبناء أنهم كلهم يلبسون الثوب باختلاف الجنسيات، ما عرفها وصلت أبناء المواطنين والمقيمين توهقوا في البدلات الشباب في السنة قرار هاي ما أدري مسكين شعرفها. بس بشكل عام يعني دولة قطر حريصة على أن يكون متمسكة بالعادات والتقاليد من خلال كل زاوية، حتى في العمران إحنا قاعد نشوف هذا الشيء موجود بأن هناك التراث العادات التقاليد، فالكل متربي على هذا الشيء، حتى عيالنا لهذا اليوم قاعد نشوفهم انهم حريصين على ان يكون التزام بالعادات والتقاليد على نقطه الاهل. يعني فعلا في مجموعه من الشخصيات اللي قاعد تحاول انها تكون موجوده على الساحه حاليا، حريصه ان تطلع عيالها بطريقه حلوه معاها، بحيث انه يسالونهم اسئله دينيه، يسالونهم اسئله يخلون الكبير يجاوب قبل الصغير. وهذا الشيء حبيته، ونتمنى انه يعني كل شخص او كل شاب أو فتاة حابين يكونون موجودين على الساحة أن يكون عندهم رسالة ويتميزون عن غيرهم، ما يكون هناك تقليد أو يكون هناك يعني
ما في تمسك بالعادات والتقاليد أو الظهور بصورة غير محترمة. مع العيد مع الأجواء اللي احنا قاعد نشعر فيها من فرحة وسعادة، قاعد نشوف كثير من مشاهير التواصل الاجتماعي حريصين هم يتواجدون في هذه الأماكن لنقل الفعاليات ومشاركة الفرحة باستخدام مواقع التواصل، حتى قاعد نشوفهم يصورون الأطفال يقولون لنا فرحة الأطفال فيعني هم العيد بالفعل ترى. نعم، فلو نتكلم على تغطياتكم أو تواجدكم في الأماكن اللي فيها النشاطات والفعاليات. أنا عن نفسي من اليوم إن شاء الله مبتدي بإذن الله، ناوي تالي النهار نحن نروح لكتارة بالعيال. أمس أول أمس تخبرين أول يوم العيد كان مغتصر على البيت والمحيط القريب، أمس خصصنا هالزيارات شوي أبعدت، فالليلة بإذن الله بيكون لنا حضور في كتارة. أنا سمعتكم قبل شوي طلعتوا تغرير عن كتارة وفعالياتها، وعندهم ترخيات يا سلام. إن شاء الله أهم شيء، أهم شيء ما يكون في رطوبة. لا إن شاء الله، إن شاء الله ما في رطوبة. لكن أنت انتقدت المجتمع انتقاد لاذع في رمضان يعني، وبعد لبسنا أنا وبنتي نفس الشيء يعني أنت انتقدت، وأنا ما أبي أقول الكلمة على الهواء، لكن أنت انتقدت المرأة في رمضان والعادات الدخيلة علينا في رمضان، وأنا فعلا أنا معك. رمضان فقدنا، مركزين على المرأة. أي أنتوا وايد مركزين، لأن أنتوا اثنين أنا مركزة، لأن أنتوا الاثنين صراحة يعني وايد انتقدتوا المرأة. موقف المرأة معك لا أنساه، يوم أكتب لك رسالة هضم. لكن فعلا إحنا صارت عندنا عادات دخيلة علينا في رمضان، إصراف كثير، تبذير، فقدنا روحانية رمضان بهذا الإصراف. أنا اللي تكلمت فيه، أنا من الأشخاص اللي يعانونه، يمكن اللي ما خلى ردة الفعل تكون قاسية علي أو أنكم تقبلتوها، أنكم تعرفون أني واحد منكم ومن الناس اللي يعاني منها، وكلنا واقعين في مشكلة واحدة للأسف، موضوع الإسراف، موضوع الشراء للمواد الغذائية قبل رمضان بيوم بيومين، كأن الجمعيات خلاص بتروح. اليوم اللهم لك الحمد كل بيت فيه دريولية، الفلوس موجودة، لو أخليهم يشترون كل يوم بيومه أصرف لي وأصرف لهم وأهون على أهل البيت، وموضوع التخزين حتى أسلم صحيا في اللي قاعد يصير، ما نعرف إيش اللي قاعد يصير. 30 جلابية. موضوع الملابس اللي تخص رمضان، يعني من ما نبغى نقول البدع، إن شاء الله أنها مباحة بإذن الله ولا أبيحها بعد، ولكن ما نبغى ندخل موضوع شرعيتها، لكن فيها من الإسراف، فيها من الابتذال، فيها من الباس رمضان ثوب مو بثوبه، وهذا الشيء اللي كرهناه ولا ودنا أنه يصير. حتى المواعين صار في مواعين خاصة برمضان، هذا أكيد بالتأكيد غلط اللي قاعد يصير. طبعا الحديث جدا شيق معاكم سعود الفراج اللي تميز بكلمة واجتهمانا، شرفتنا بحضورك. الله يشرفك. أيضا جاسم الحمادي، وهذا أول ظهور لك على الشاشة، استمتعنا بالحديث معك، حتى استمتعنا أيضا بتغطياتك بكلامك في السوشيال ميديا. شكرا لك، حق واجب، حق واجب. يعطيكم العافية ضيوفنا الكرام، وسعيدين تواجدكم بالتحديد في برنامجنا، وأكيد راح نكون متابعين لكم على مواقع التواصل وفي تغطية اليوم. كتارة وين تغطيتك اليوم ولا ما في تغطية اليوم؟ المجلس. المجلس تمام. إذا مشاهدينا نكمل معاكم ولكن بعد الفاصل. ثالث أيام العيد مستمرين معكم في برنامجنا، ومع اقتراب طبعا المناسبات ووجود هذه الفعالية، دائما تسعى الأمهات للبحث عن أفضل أشكال وتصاميم الملابس لها لعيالها، وتعمل طبعا أغلب المصممات على تقديم العديد من التصاميم العصرية اللي تناسب الأطفال والأمهات أيضا. وطبعا تتسم ملابس العيد بنوعية الأقمشة الفاخرة والمطرزة، واللي تم إضافة الأكسسوارات عليها لتعطي ملابس العيد فخامة وأناقة. طبعا كذلك الكشخة في العيد ما تكتمل لدى كل سيدة إلا بالمكياج المناسب، واللي يتأقلم طبعا مع الوقت والزمن، حيث خصصنا لكم مشاهدينا الكرام هذه الفقرة لنتحدث فيها عن لبس العيد ومكياج العيد تحديدا. وأكيد احنا نرحب بالمبدعتين الهام الأنصاري وعفرة المري، وكل واحدة فيهم لها مجالها، مجال الأزياء ومجال التجميل، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.
سلام الله يسلمك حبيبتي. كل عام وانتم بخير وسعدين بوجودكم يعني عفرة سلامة. خلاص كل يوم معنا في البرامج فاعتقد خلاص تعودتي على ان تكوني موجوده معنا. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله ينعاد علينا بكل خير وصحه حبيبتي. طبعا اختي الهام اكيد حابه توجهين كلمه للساده المشاهدين بمناسبه العيد. اهني الشعب القطري اميرا حكومه وشعبا بمناسبه العيد السعيد. كل عام وهم بخير. طبعا احنا قاعد نتكلم من البدايه عن الميك اب ونتكلم عن كشخه العيد وهذا الشيء يعني من رمضان في كل مناسبه يعني هذا اي يعني دائما نشوف النساء والسيدات حريصين على انه يكون عندهم اكثر من اطلاله. توها احنا قاعد نتكلم تقول كم دراعه سويتي؟ 30 جلابيه حق 30 يوم في رمضان. كل يوم. وبالنسبه حق الميك اب يعني والله وايد ترى شيء وايد بس هو عادات خاطئه لنا قاعد يصير اسراف فيها اسراف فانه اي يعني يمكن الواحد يقلل من بعدين. رمضان هذه السنه كان وايد مميز صح يعني من التنافس بالتصاميم التنافس حتى المكياج فكان كل والمعارض اللي قاعده تصير بعد يطلع كشخته احلى فكان وايد في تنافس مثل ما قلتي بعد الغبقات والمناسبات فتبي تكشخ مكياجها وملابسها وحتى الشعر والمشكله حتى لو كنت مجهزه اي ولو مجهزه ومشتريه على المعارض تصير ما تتحملين جماري تاخذينها بس عفرة خلينا نتكلم شوي اكثر عن الميك اب ايوه وخاصه يمكن مكياج الصبح كلنا عارفين انه يختلف عن مكياج المساء بس هيك وتقول لك والله عيد ومناسبه والكل مجتمع فلازم احط رموش واحط واسوي واثقل فانتي مع ولا ضد انه يكون في مكياج شوي مايل على المكياج المسائي في فتره صباح العيد؟ طبعا لازم يكون المكياج الصباحي غير نعم. عن المكياج المسائي يعني المكياج الصباحي كل ما حطيتي الوان فاتحه والوان هاديه حتى رموش تحطي رموش خفيفه احلى يطلع شكل البنت احلى نعم. ومكياج المساء يتميز بالكحل انا بالنسبه لي حلو ان تحطين في المساء الكحل وبعدين الحين الاغلبيه قام يرد على المكياج الناعم الهادي صح. اللي يبرز بس الملامح هو حتى في الفتره المسائيه تحصينهم حاطين مكياج ناعم فاعتقد المكياج الثقيل خلاص راحت انتهت طبعا قاعد نتكلم عن الميك اب اي لازم انا المكياج انا بالنسبه لي اغسل وجهي واطلع هذا احسن مكياج اريح مكياج ما اعور راسي الهام حبيبتي لو بنتكلم عن ازياء العيد شنو الاشياء اللي عليها اقبال في فتره العيد انواع الاقمشه اللي عليها اقبال بالنسبه للعيد الاقمشه بما ان احنا في فصل الصيف بدينا الصيف الاقمشه الخفيفه تكون مثلا تكون حرير الكريب الياباني الخفيف نعمل طبعا فيها القصات اللي تناسب يعني البنات والكبار نستخدم فيها الزخارف النقوش الترتر شوارفسكي ممكن نحط مع إضافة اللولو الخرز ممكن نحط الأحجار الملونة بهالطريقة. أختي الهام هل تشوفين أن وجود المعارض اللي احنا قاعدين نشوفها بشكل مستمر سواء في شهر رمضان أو حتى في الأيام العادية والاستعانة بمصممين ومصممات من دول مختلفة إضافة جميلة وتشجيع للمصممات القطريات؟ يعني وجودهم يشجعكم؟ حلو بس يعني الفترة الأخيرة يعني صار العدد زياد يعني فأنت ضد أنه يكون وجود يعني تتمنين أنه يكون فقط وجود معارض للمصممات القطريات؟ هو يفترض أن احنا نقتصر ويعني ممكن نخلط بس مو بشكل واسع نعم. يعني أنت ضد هذا الشيء عفرة تعليقك على وجود المعارض والاستعانة بالخبرات؟ أنا معه لأنه يفتح المجال حق البنات اللي توهم بادين في مجالهم يشتركون في المعارض ويمكن أنه يتشجعون بزيادة يتشجعون على سير أن منافسة والتنافس تزيد ما بينهم تطلع كل واحد تطلع الأحلى عندها وحتى إحنا كم يعني أنا كمستهلك مثلا أنا اللي أبي أشتري في تنوع يكون عندنا خيار عندي أصلا وين عندي نشتري. خيار وفي تنوع أن أنا أخذ من القطرية وأخذ من اللي جايين من برا عفر على طار المعارض احنا قاعد نتكلم كذلك ان الاستعانه بالمصممات سواء من قطر او خارج قطر قاعد نشوف وجود اشتراك يعني صالونات التجميل اللي تكون موجوده في المعارض والاستعانه كذلك بخبيرات التجميل نشوف عرض من خلال الفاشن شو اللي يصير احيانا للدراريع او الفساتين او اي تصميم اي عرض ان نشوف هناك عرض لتسريحات الشعر للميك اب حتى البديكير والمانيكير قاعد نشوفه موجود للزباين اللي قاعد يجون داخل المعرض. انا قبل اشتركت في معرض
بس احنا كصوالين وكخبيرات تجميل وايد مظلومين في المعارض. يعني يستعينون من برا بان احنا عندنا كادر وايد حلو من 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 البنات المومكيجات وحتى الصوالين اصحابهم بنات قطريات وايد ما شاء الله، وكل واحدة صالونها احلى من الثاني، وايد مظلومين احنا من هالناحيه. يعني تقصدين يتم الاستعانه بخبيرات تجميل من خارج قطر؟ ايه اكثر ايه، يمكن الهام هذه الفكره اللي كانت تبي توصلها انه ايه تبي الاستعانه والتواجد. وبعدين شوي كل البنات يستحون مو بجريئات، بس هم يجيبون من برا اكثر ما احنا ياخذون من البنات موجودين في الدوحه. وحلو دائما نشوف انه يعني وجود خبيرات تجميل يمتلكون صالون حريصين انه يكونون متواجدين في اكثر من فعاليه. عندك خلطات الشعر اللي متميزه فيها يا عفره، احنا قاعد نتكلم عن العنايه بالبشره، انا بنتكلم بعد عن العنايه بالشعر والمنتجات الطبيعيه اللي تستخدمها. بعدين ما شاء الله تميز رمضان هذا البنات كانوا حريصين انه يهتموا ببشرتهم ويهتموا بشعرهم. يعني كنت تشوفين انه كان اهمال اول او عدم اهتمام بشكل كبير بالشعر في الاونه؟ يعني اخر ستين صار البنات، صارت البنت تهتم شعرها وبشرتها اكثر من قبل. نعم، نبي عنايه يمكن يستخدمونها البنات اللي قاعد يتابعونا الحين، كون انت دائما حريصه انه يكون في منتجاتك استخدام المواد الطبيعيه. هو لازم تستخدم اشياء طبيعيه مش مصنعه، يعني هي كل ما كانت تفرش كل ما كان اوفود لها. طبعا العنايه الداخليه هي مهم، يعني ما يصير انت بيج نقص فيتامينات وتهتمين في شعرك تقولين شعري ما استفاد منه شيء. فكل ما استفدتي انت من الخلطات الطبيعيه الموجوده عندي في الصالون. دعاية مبطنة يا عفرة، دعاية مبطنة هذه نقطعها بعدين في الإعادة. إلهام، لو بتكلم عن العيد وتصاميم العيد أيضا، أنت تصممين حق بناتك ولا تأخذين لهم جاهز؟ عندي بنت واحدة أسوي لها. أنت تسوين لها وهل يتم عرضه؟ يعني بشكل عام الكوليكشن اللي عندي حق الكبار. لا، على مستوى ان يعني انت مصممه ازياء وعندك بنت، فهل انت تصممين لها؟ يعني مو بصغيره هي، يعني عودة شوي. فين تستعين بالكولكشن اللي انت تسوينها حق الكبار؟ ولكن هل فكرتي اغير شوي؟ هل فكرتي يكون هناك كولكشن خاص للصغار؟ والله حاليا ما فكرت، لان التخصصيه في العمل جدا مهم. الواحد لما يركز على حاجه ويمشي فيها يبدع اكثر من لما يتشتت، يعني يسوي حق الكبار والصغار شويه تشتت. ولكن احنا قاعدين نشوف لله الحمد كثير من المصممات يعني قدموا تصاميم الكبار والصغار وحققوا النجاح، لان ماشيين على خط معين في ستايلهم، ولكن حريصين انه يكون عندهم ارضاء جميع الفئات العمريه. ان شاء الله بعد قدام يمكن نفكر ان شاء الله من الواحد الاحد. بالذات ان الحين تلاقين الام وبنتها لابسين نفس الشيء. صحيح، اغلبيه الامهات كذي. إيه اغلبهم ان شاء الله. صح، فهذا الشيء حلو صراحه، من الاشياء اللي احبها اني اشوف الام وعيالها لابسين نفس الشيء. وايد يعجبني. وايد حلو هذا الشيء. جبتي يعني 30 دراعه؟ 30 دراعه، مو سعود الفراج يقول 30 دراعه. فهذه يعني انا اشوفها من الاشياء الجميله، وحلو ان نشوف عندنا مصممات، وفي مصممات قاعد يسوون حاليا انه يقدمون تصاميم للام ولبنتها. بس من الظواهر الخاطئه يمكن نشوف الحين في العيد اعمار صغيره في فول المكياج. اي صحيح، هذه كارثه. يعني حتى بديكير ومناكير الاطفال قاموا يسوون. والله هاي يمكن انا هاي احبها الصراحه، هاي احبها حرام توهم صغار. إيه، بس عنايه، تنظيف. اي تنظيف، اي اشياء عاديه. لا بس تركيب اظافر وكذي. إيه، حق لا الاطفال. لا، في اطفال يركبون. اي هذه لا. فلو نتكلم عن هذه الظاهره، لا انا ضدها. عفرا يعني انت بعد ناشطه في مواقع التواصل، يعني ما شاء الله عندك. أيوة، دائما ظهور، حريصه. أيوة، توصلين رسائل. أيوة، فحلو هذا الشيء كذلك، لان احنا من شوي كان عندنا مجموعه من مشاهير مواقع التواصل، ولكن احنا ما خليناك مع المشاهير مواقع التواصل، خليناك كاحد الشخصيات اللي دائما مهتمه بالعنايه والجمال، ولكن كذلك لك دور وتواجد مستمر في منصات التواصل الاجتماعي. هل المواضيع اللي تتطرقين لها دائما همتين في العنايه والاهتمام والجمال؟ ايه، اتكلم عن العنايه بالشعر، عنايه بالبشره، مجال اللي تخصني انا، ما يعني اتدخل. انا ما اتدخل في مواضيع ثانيه. ايه، في مجالي بجارها. اتكلم وعن العاده الخاطئه للاطفال الصغار اللي يحطون للاطفال. شوفي العادات الحلوه اللي ابتدوا الامهات يعتنون في بناتهم انهم يهتمون في شعرهم. هذا وايد شيء حلو،
ان الام تهتم في شعرها، صحه شعرها، حتى في صحه اكلها. بس العاده الخطا اللي انتشرت انهم يركبون اظافر، هذا لان بعدين لما يكبرون تتكسر اظافرهم. حتى هذه المواد، عفوا، المواد اللي يستخدمونها بالنسبه حق شعورهم مثل الاشياء الثانيه، المواد الكيميائيه المصنعه، المصنعه، ترى هذه هاي وايد تضرهم لما يكبرون. اي تطيح الشعر اصلا، وحتى ما تستحمل فروه راسهم، لان فيها اشياء تصلح حق الناس الكبار، فيفضل انهم يستخدمون الاشياء الطبيعيه. هاي شيء حلو، بس الاشياء الثانيه انا ضدها، للضر في صحتهم. للضر في صحتهم. صحة صحة صحة. إذا إحنا قاعد نتكلم عن أجواء العيد، ونتكلم عن تصاميم العيد، ونتكلم عن ميك اب العيد، أعتقد إن الوقت يداهمنا دائما، مع إن كلمة مفردة يداهمنا غلط، بس أنا دائما أقولها. فنحن تشرفنا بوجودك معنا مصممتنا إلهام الأنصاري، وأنت دائما معنا في فيا الضحى في أكثر من مشاركة لك، وشفنا لك أكثر من تصميم رائع. كلمة أخيرة تحبين توجهينها؟ أشكر قناة قطر على استضافة على الحلقة الجميلة، كانت أيام العيد مسعيد. يعطيك العافية ضيفتنا الكريمة، وإن شاء الله دائما نشوف تصاميم وإبداعات ومشاركات في المعارض اللي قاعد تقدمها دولة قطر، وتكون مشاركات محلية ومشاركات خارجية كذلك. عفرة يعطيك العافية، وأكيد راح يجدد لقائنا معك إن شاء الله. دائما حريصين على إنها عرف آخر أخبار الفن والأناقة والموضة والميكب تحديدا، ومتابعين لمواقع التواصل. كلمة أخيرة توجهينها بمناسبة العيد السعيد. أول شيء أشكر طاقم برنامج عساكم من عوادة، وعايد عليكم كل عام وانتم بألف خير بصحة وسلامة إن شاء الله، وشكرا لكم على الاستضافة. هلا هلا في الرياضة، ورانا رحلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام، وأكيد مستمرين معكم في برنامجنا، ولكن نطلع بفاصل ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، الله يعيدها عليكم أيام سعيدة وأعياد مديدة بإذن الله. تطرقنا إلى الكثير من المواضيع خلال الثلاثة أيام هذه، أيام العيد. استضفنا نخبة كبيرة من النجوم في جميع المجالات، أتمنى فعلا أن احنا نكون وفقنا في اللي قدمنا. يعطيك العافية أختي حنان، وأتمنى مشاهدينا استمتعوا بالتغطيات اللي كنا نقدمها خلال هذه الأيام السعيدة مع مجموعة من الزملاء اللي كانوا موجودين دائما معنا، سواء مطلال، مشاعل، شوك كذلك. والشكر الأخير لحنان، وأكيد راح نستمر معاكم في برامجنا القادمة. يعني هذه الوجوه اللي أنتم قاعدة تشوفونها بشكل مستمر، إن شاء الله نقدم لكم برامج مختلفة ومتنوعة على الأيام القادمة. أتمنى استمتعتوا معنا في حلقتنا لهذا اليوم، وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك عساكم من عوادة، عيدكم مبارك عساكم من عوادة.